الحمد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف لثقه الاسلام الكليني وهو باب ما امر النبي صلى الله عليه واله بالنصيحه لائمه المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم الحديث الاول عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ان رسول الله صلى الله عليه واله خطب الناس في مسجد الخيف فقال نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم اخلاص العمل لله والنصيحه لائمه المسلمين واللزوم لجماعتهم فان دعوتهم محيطه من ورائهم المسلمون اخوه تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهذا الحديث ايضا روي بسند اخر فيه زياده وهم يد على من سواهم رسول الله صلى الله عليه واله في حجه الوداع خطب في منى خطبه طويله بين فيها ركائز الاسلام لانها اخر خطبه عامه للمسلمين حيث اجتمع في حجه الوداع مئة ألف أو مئة ألف من المسلمين من مختلف مناطق جزيرة العرب والفرصة كانت متاحة في منى حيث إنهم يقضون أعمالهم في منى في يومين او في ثلاثة ايام، فالرسول استثمر هذه الفرصة فخطب خطبة بليغة طويلة. في هذا الحديث الإمام الصادق سلام الله عليه ينقل جانبا من هذه الخطبة، وإلا فهي خطبة طويلة وهناك أحاديث متعددة روتها العامة والخاصة في جوانب مختلفة من هذه الخطبة. المقدار الذي يرتبط بهذا الباب هو ان رسول الله خطب في مسجد الخيف، اكو مسجد على سفح الجبل في منى قرب الجمرات يسمى مسجد الخيف، والبعض يسميه مسجد الخيف، الخيف في اللغة مرتفع من الوادي من مسيل الوادي ولم يبلغ ان يكون جبلا يعني في سفح الجبل لذا سمي هذا المسجد مسجد الخيف يعني مسجد سفح الجبل مو هو في قمه الجبل ولا هو في بطن الوادي اللي هو المسيل واما اذا سميناه مسجد الخيف فالخيف جمع خيفة الخيفة يعني الخوف الخيفة جمعها خيف والأقرب أنه هو مسجد الخيف على رغم أنه اشتهر في الألسن مسجد الخيف على كل حال خطب الرسول في مسجد الخيف بمنى في حجة الوداع هذا المقطع اللي مروي هنا من الخطبة يتضمن أربعة مقاطع المقطع الأول الرسول صلى الله عليه واله أمر الناس بفهم كلامه ثم ناقل هذا الكلام للآخرين وهذا من براعة الاستهلال تقول أيها الناس التفتوا حتى هم اذا اذهانهم تتجول في امور اخرى او بعضهم مشغول ببعض الامور تقول له التفت الى هذا الكلام وهو بيان لاهميه هذا الكلام ثم يأمرهم بنقل هذا الكلام للاخرين انت مره تذكر كلام مهم للناس يستمعون إليه لكن لا ينقلوه للاخرين، ما الهم داعي لنقله. لكن اذا قلت لهم هذا الكلام سمعوه ونقلوه، نبهتهم على لزوم نقله فعسى ولعل ينقلونه. زين سنة الرسول صلى الله عليه واله كيف وصلت الينا؟ وصلت الينا عن طريق النقل، عن طريق التدوين. صحيح بعد رسول الله منعوا تدوين الحديث بل حتى منعوا نقل الحديث حتى ان بعض الخلفاء كان يوجع بعض الرواه ضربا انه لا تنقل عن الرسول شيء لكن وصلنا الكثير من سنه الرسول صلى الله عليه واله ببركه الائمه عليهم الصلاه والسلام كما فصلناه فيما مضى فالمقطع الاول افهم الكلام ونقله الى غيرك احيانا الكلام مستوى اعلى من المستمع لكن اذا حفظ نص الكلام ينقله الى غير ذاك الغير يكون افقه من هذا او هذا ليس بفقيه ذاك فقيه يعرف من الكلام ما لا يعرفه هذا فهذا المقطع الاول المقطع الثاني انه لا بد من ان يقترن العمل بالاخلاص لله سبحانه وتعالى وبولايه الائمه عليهم الصلاه والسلام لانه لا يمكن الاخلاص لله سبحانه وتعالى الا بطاعته. شلون تخلص لله؟ بالمعصيه يمكن الاخلاص لله؟ لا. الاخلاص لله لا يكون الا بطاعته. والرسول صلى الله عليه واله ومن بعده الائمه بينوا ما هي الطاعه وما هي المعصيه. هذا من جانب، ومن جانب آخر الله أمر بولايتهم. إذا واحد لم يوالهم لقد خالف أمر الله حيث أمر بولايتهم. المقطع الآخر من مقاطع هذا الحديث الشريف بيان حال المسلمين بعضهم بالنسبة إلى بعض البعض الآخر. الاخلاص يرتبط بالله. الولاية ترتبط بالائمة عليهم الصلاة والسلام. المسلمون بعضهم بالبعض الاخر ايضا لهم تكليف. والرسول بين امرين من اهم الامور. تكافؤ الدماء وتكافؤ الذمم. في الدماء والذمم ما عندنا شريف ووضيع. وثري وغني وما إلى ذلك من الاعتبارات لا المسلمون كلهم تتكافأ دماؤهم فإذا واحد من أشرف القبائل قتل شخصا من أوضع القبائل بالقصاص يقول أنا شريف وذاك وضيع لا الدماء تتكافأ وإذا وضيع قتل شريفا طبعا الوضيع والشريف حسب المقاييس اللي بين الناس وإلا حسب المقياس الإلهي إن أكرمكم عند الله أتقاكم هسه إذا وضيع قتل شريفا يريدون يقتصون منه ما لهم حق أنه يتعدوه مقابل واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة لا وحشي وحمزة. حمزه سلام الله عليه سيد الشهداء في معركه احد ومن اشرف الناس نسبا وحسبا وايمانا وحشي عبد لا قيمه له الايه الشريفه نزلت وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به لأن بعض المسلمين قالوا بأنه سنقتل مقابل كل واحد من قتلانا سبعين واحد من قريش الآية قالت لا ما لكم حق إذا في معركة في حرب خب ذاك قتال لكن تريد تقتص واحد مقابل واحد انتهى الأمر ما تتعدى إلى ابن أخو عشيرته وما إلى ذلك هذا بالنسبة إلى الدماء وكذلك بالنسبة إلى الذمام يعني إذا واحد من المسلمين في المعركة أجار كافرا هذه الإجارة مقبولة اي ما إلى حق أنه يجير جميع الكفار هذا يرتبط بإمام المسلمين لكن أن يجير كافرا واحدا يعطيه ذمة خلاص هذه مقبولة حتى لو هذا المسلم كان من اوضع المسلمين في الظاهر عن ابي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله خطب الناس في مسجد الخيف في منى في حجه الوداع فقال نظر الله عبدا سمع مقالتي النظر بالضاد الحسن والرونق يقال نظر الله وجهه بمعنى حسنه ونوره وفي سورة المطففين الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى أهل الجنة يقول تعرف في وجوههم نظرة النعيم يعني بحجتها إذا شفت من وجهه تعلم بأنه هذا متنعم حتى الآن أنت إذا تشوف مثلا طفل هذا طفل مسكين فقير تشوف البؤس في وجهه وإذا شفت الطفل غني تشوف أنه بهجة ونظرة في وجهه نظرة الغنى يعني آثار النعمة نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها هاي المرحلة الأولى يفهمها وحفظها ما ينساها وبلغها يفهمها يحفظها يبلغها وبلغها من لم يسمعها زين هسه اذا انت بلغت لمن لم يسمعها لعلّه يكون افهم منك افهم مني انا الراوي فيفهم من الحديث ما لا افهم منه ما لا التفت اليه لأن الحديث أحيانا يكون عميق. اللي يعرف اللغة العربية يدرك الظاهر. لكن اللي إلى عمق يدرك الباطن أيضا أو العمق أيضا. ليش الله يأمر بالتدبر بالقرآن؟ لأن القرآن إلى ظاهر ظاهره حجة. لكن إذا أنت تدبرت به تكتشف لوازم ملازمات هذه قد كنت غافلا عنها لولا التدبر مثلا الأب يقول الابنة اجى الضيف وجاء الضيف هذا كلام كل واحد يعرف اللغة العربية من صغير أو كبير يفهم معناه جاء من المجيء الضيف أم ضيف لكن هذا الكلام اللي لازم يعني روح استقبله روح هيئ له وسائل الضيافة مثلا روح رتب المنزل هذه لوازم إذا واحد شوية يكون غافل ما يلتفت إليها لكن بالتدبر يلتفت إليها أحيانا لا مستوى بحيث أنه يغفل عن اللوازم إذا نقل للغير الغير يقول لي عرفت شنو مقصودة إحنا بعض الأحيان يصير واحد يجي يقول فلان قال هكذا يقولون عرفت مقصوده شنو؟ يقول شنو مقصوده؟ يقولون مقصوده هو كذا وكذا وكذا، وي صحيح. أنا كنت غافل عن هذا المقصود. فرب حامل فقه غير فقيه، هذا الكلام الغرض منه الظاهر أنه أنت لما تنقل هذا الكلام إلى شخص هو فقيه وأنت مو فقيه، أو تنقل إلى شخص هو أفقه منك وأنت فقيه لكن ذاك أفقه منك. استفيد من علمه. انت نقلت له لكن هو التفت شيء اللي انت ما ملتفت له استفيد منه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه زين هذه كمقدمة براعة الاستهلال لأمر الناس بالالتفات والناقل والحفظ لبيان أهمية الموضوع ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم هسه هذه الكلمة يغل كيف تقرأ وشنو معناها فيها أربع احتمالات إما هي من الإغلال بمعنى الخيانة فهكذا تقرأ أغل يغل يعني القلب لا يخون صاحبه في هذه الأمور الثلاثة لا بد أن تكون هذه الأمور الثلاثة وإما من الغل بمعنى الحقد والضعينة فالكلمة تقرأ لا يغل وإما من الغل بمعنى ما يقيد به الغل والسلسلة فالكلمة تقرأ لا يُغَلُّ عليهن قلب امرئ مسلم. يعني هذه الأمور تدخل في قلبه، قلبه مو مختوم عليه. ويمكن أن يكون من الوغول بمعنى الدخول. فتقرأ يغل بدون تشديد. على كل حال ثلاث لا يغلُّ عليهن قلب امرئ مسلم. قلبك ما يخونك فيه هذا الامر يدخل في قلب امر المسلم المرء المسلم ويتقبل هذا الكلام اولا اخلاص العمل لله العمل لازم يكون تاتي به مخلصا لله مراد المراد من العمل هنا الامور الدينية، العبادات. اذا انت تريد تعبد الله سبحانه وتعالى، لازم يكون خالص من اي غرض فاسد الا الرب سبحانه وتعالى. اخلاص العمل لله هذا اولا. والنصيحة لائمة المسلمين. النصيحة من النصح بمعنى خلاف الغش يعني القلب لا يكون مغشوشا بالنسبة إلى أئمة المسلمين يعني يكون خاليا من الأغراض الفاسدة حتى الوعظ يقال له نصح لأن الواعظ بوعظه لا يقصد دنيا لا يقصد غرضا فاسدا لذا الأنبياء ماذا كانوا يقولون لا لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم يعني مثلا هود عندما كان يرى جثث قومه الذين أبادهم الله وأهلكهم لعتوهم وطغيانهم ماذا قال لهم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم يعني آني ما كان غرضي أجي أتأمر عليكم اصير رئيس عليكم مثلا اتكاشخ عليكم لا غرضي كان بصالحكم غرضي كان ان تهتدوا لم اقصد ضررا عليكم لم اقصد مصلحه لنفسي بالنسبه اليكم والنصيحه لائمه المسلمين يعني الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن يكون قلبك عملك بالنسبة إليهم خاليا من الأغراض الفاسدة تروح للإمام لا لغرض دنيوي وإنما لغرض رباني لا تكون مثل الذين خرجوا مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حينما خرج من مكة إلى العراق خرج معه حسب المنقول ألفان ألفين واحد خرجوا معه لكن في ليلة العاشر كم واحد بقوا معه؟ 72 اللي 16 واحدة بأقرباء كانوا 50 واحد ويوم العاشر التحقوا مجموعة بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مجموعة قليلة 20 واحد أو 30 ألفين واحد وين وأقل من مية وين لأنه حينما بلغ خبر استشهاد مسلم بن عقيل شافوا القضية غير شكل فبدأوا بالانفضاض والانسحاب وقسم منهم في كربلاء انسحبوا من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ليش؟ لأن هذا ما كان غرض الله سبحانه وتعالى ما كان غرض الإمام غرض مصلحة لنفسه شاف هاي المصلحة لا ما تهيئت بل الأمر صار خطرا لذا خذل. والنصيحة لأئمة المسلمين. واللزوم لجماعتهم. يعني لجماعة المسلمين أو لجماعة أئمة المسلمين. مو المراد المسلمين اللي هم على باطل، لا. المراد المسلمين الذين هم على حق لا تتفرق عنهم اكو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه واله قال من فارق جماعه المسلمين فقد خلع ربقه الاسلام طوق الاسلام اللي في عنقه خلعه قيل يا رسول الله وما جماعه المسلمين قال جماعه الحق وان قلوا جماعه الحق وان قلوا واللزوم لجماعتهم يعني اللزوم لجماعه الائمه او جماعه المسلمين اللي ذول جماعه المسلمين متمسكين بالائمه عليهم الصلاه والسلام فان دعوتهم محيطه من ورائهم يعني الدعوه التي يدعو بها ائمه المسلمين هاي مو خاصة بجماعة لا هذه عامة لجميع المسلمين أو الدعوة هنا بمعنى الدعاء يعني أنت التزم بالأئمة حتى يدعو لك والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم زين تكليف الناس بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الإخلاص تكليف الناس بالنسبة إلى أئمة المسلمين النصيحة واللزوم لجماعتهم، زين تكليف المسلمين بعضهم بعضهم للبعض شنو هو؟ الرسول يقول: المسلمون إخوة. المسلمون إخوة. الآية الشريفة شنو تقول؟ إنما المؤمنون إخوة. واحد يجي يقول أنه المؤمنون هنا في هذه الآية فقط الذين عقيدتهم مئة بالمئة صحيحة لا الرسول يقول المسلمون إخوة كل من تشهد الشهادتين ولم يكن غاليا ولا ناصبا فهو مسلم وبين المسلمين أخوة حتى إذا اختلفت مذاهبهم. لذا كل مسلم عليه أن يعين أخه المسلم، حتى إذا كان من مذهب آخر. هسه الله سبحانه وتعالى في الآخرة كيف يتعامل مع الفرق الإسلامية المنحرفة؟ هذا بحث آخر. في الحديث الشريف الذي رواه الخاصة والعامة ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة والبقية في النار الله كيف يتعامل معهم عمل من هو المقبول هذا بحث البحث الآخر عن تكليفي تجاه المسلم الآخر للمسلمين وما على المسلمين ما للمسلمين يجري على الجميع ما على المسلمين يجري على الجميع أنت أخوك النسبي إلى حقوق عليك هسه سواء كان مسلما أو كافرا أو ضالا إلى حقوق الأخوة النسبية المسلم له حقوق الإسلام حتى إذا كان ضالا حتى اذا كان منافقا حتى المنافق المنافق هو كافر باطنا وفي اليوم في يوم القيامه في الدرك الاسفل من النار لكن له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ما دام لا يجاهر بكفره وانما يظهر الشهادتين في التناكح والتوارث والدفن في مقابر المسلمين وسائر حقوق المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم المسلمون إخوة تتكافأ الرسول يذكر مصداقين من مصاديق الأخوة لأهميتهما تتكافأ دماؤهم ماكو مثل بني النظير وبني قريظة من اليهود يهود المدينة بنو النضير كانوا من الأشراف وبنو قريظة كانوا من عاديين فالدماء كانت تختلف الديه تختلف هذا الشيء في الاسلام ما موجود المسلمون اخوه تتكافا دماؤهم هذا اولا ومثال اخر للاخوه ويسعى بذمتهم ادناهم يعني اذا المسلمون كانوا في حرب مع المشركين واحد من المسلمين أجار كافرا من الكفار طبعا قبل أن يؤسر قبل أن يسيطر عليه المسلمون لا فلان من أقربائي من أصدقائي عندي علاقة بي عندي شغل وياه فهذا أنا أجيره خلص إذا أجي حد إلى حق يقتله هو ماله نفسه عرضه محترمة الذمة والذمام بمعنى العاهد والأمان والضمان والحرمة والحق حتى أهل الذمة يعني اليهود والنصارى والمجوس الموجودون في بلاد المسلمين هؤلاء أهل ذمة هل أهل ذمة شنو معناه؟ معناه انه دخلوا في عهد المسلمين وامانهم هسه يمكن عندنا هاي الكلمه اهل ذمه فيها نوع من التنقيص ولا الكلمه ما فيها تنقيص انما فيه نوع من التنقيص لانها ارتبطت بالكفار والا في اللغه اهل ذمه يعني اهل عهد اهل ذمام يسعى بذمتهم ادناهم. عن الرسول صلى الله عليه واله في حديث قال: لو ان جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين، فاشرف رجل يعني من المشركين فقال: اعطوني الامان حتى القى صاحبكم واناظره، فاعطاه ادناهم الامان وجب على افضلهم الوفاء به. طبعا هذا في الامان الفردي ذكرنا في الامان الجمعي هذا بعد مو شغلة الاشخاص لان هذا يرتبط بالقيادة، شغلة امام المسلمين. في حديث اخر نفس هذه الخطبة مروية باضافة: "وهم يد على من سواهم". يعني شنو يد على من سواهم؟ يعني مو انه تروح تتفق ويا الكافر ضد المسلم مثل ما يحدث الان في بعض بلاد المسلمين. دولة اسلامية تروح تتفق مع الكفار لقتال دولة اسلامية اخرى. وهم يد على من سواهم، يعني يد واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعمل بما قاله الرسول صلى الله عليه واله في هذا الحديث وفي غيره من الاحاديث. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.